بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من سبتمبر 2021 اللي بتعتبر أول خطة شاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بمصر، عايزين نعرف شوية تفاصيل عنها. والاستراتيجية دي كمان شملت تطوير سياسات الدولة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، واهتمت بتحقيق تقدم فعلي في الحقوق والحريات، وكمان مواجهة التحديات في المجال ده، وكمان ركزت على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة وتوسيع المكاسب لذوي الهمم وكبار السن. الحقيقة دينا إنه ملف حقوق الإنسان بيتصدر أولويات الحكومة والدولة المصرية بشكل عام. هذه الاستراتيجية مبنية على 4 محاور أساسية، هنعرف تفاصيل هذه المحاور والفوائد كمان من هذه الاستراتيجية على المواطن المصري وعلى حفظ حقوقه بشكل مباشر، مع ضيفنا الأستاذ محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني بداية نبسط كده للسادة المشاهدين، احنا دايما بنسمع هذا المصطلح أو هذه الكلمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تمام. نبسط بداية ما المقصود بهذه الاستراتيجية وأبرز المحاور 4 اللي بتشملها الاستراتيجية الوطنية. خلينا في البداية نقول إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول خطة وطنية ذاتية متكاملة تضمن تعزيز ممارسات حقوق الإنسان في الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة. 3 سنوات من العمل من بعد قرار دولة رئيس مجلس الوزراء عام 2018 بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية برئاسة معالي وزير الخارجية ومشاركة الوزارات المعنية، اجتماعات مستمرة ل3 سنوات متكاملة من المتخصصين والمعنيين بحالة حقوق الإنسان، منظمات مجتمع مدني، حركة حقوقية مصرية، نواب، وزارات، كل ده اتجمعوا عشان يدرسوا ما هي التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في الدولة المصرية، وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات وتحقيق مستهدفات واضحة ومباشرة تضمن ممارسة المواطن لحقوقه بكل حرية وبكرامة ودون تمييز. 3 سنوات من العمل نتج عنه في 11 سبتمبر 2021 اطلاق رئيس الجمهوريه للاستراتيجيه في مؤتمر ضخم، وهو بيعلن ان مصر بدات عهد جديد من المصارحه والمكاشفه وفتح الطريق لكافه الاطراف المعنيه للمساعده في بناء جمهوريه جديده تليق بكرامه الانسان المصري. اشتغلوا على 4 محاور رئيسيه، المحور الاول كان يتعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه، المحور الثاني يتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، المحور الثالث خاص بالفئات الأولى بالرعاية، شباب، مرأة، كبار سن، ذوي إعاقة، طفل، بالإضافة للمحور الرابع وهو خاص بالتثقيف وبناء القدرات. نتكلم عن استراتيجية كاملة وبنأكد أنها استراتيجية وطنية في المقام الأول. استراتيجية جاءت نتيجة إيمان الدولة المصرية في عصرنا الحالي أن حقوق الإنسان لم تعد رفاهة، لم تعد كما كان يقال سابقا أنها أجندة غربية وإن إحنا محتاجين بس نطور الموضوع عشان نشوف العالم بره شايفنا إزاي، ولكن الاستراتيجية جاءت لتضمن أن يمارس المواطن المصري حقوقه بكل كرامة وبكل حرية. طيب بعد 3 سنين حضرتك شايف إيه أهم الأمور الخاصة من المحاور ومبادئ كمان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم تحقيقها على أرض الواقع؟ الاستراتيجية كانت بتشتغل على 3 محاور رئيسية. لو بنتكلم على مسارات للتنفيذ، المسار الأول كان يتعلق بالتطوير التشريعي ثم التطوير المؤسسي بالإضافة للتثقيف وبناء القدرات. على مستوى التطوير التشريعي شهدنا عدد من التشريعات وممارسات عملية لتطبيق التشريعات سواء بخروج لوائح التنفيذية القوانين تم إصدارها قبيل استراتيجية، بالإضافة كمان لتشريعات جديدة خرجت لمناهضة العنف ضد المرأة، تعزيز الممارسات في العديد من الفئات، قانون حماية المسنين كان واحد من أهم القوانين الذي خرج في ظل الاستراتيجية، ومصر من الدول القليلة في العالم التي تمتلك تشريع يضمن للكبار السن حقوقهم، بالإضافة كمان لخروج التشريع الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللي بيعزز من دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية. عندنا الجزء الثاني لما بنتكلم على التطوير المؤسسي، خروج المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الحالي كأول مجلس منتخب في تاريخ الدولة المصرية عقب إطلاق الاستراتيجية بشهور قليلة، يعني الاستراتيجية خرجت 11 سبتمبر بنتكلم على 4 أكتوبر كان تصويت البرلمان واختياره لأعضاء المجلس القومي من ضمن 2000 مترشح، تم الاتفاق على والتصويت على 25 عضو رئيس ونائب من الحركة الحقوقية المصرية ومنظمات المجتمع المدني يعملوا بشكل مستقل بالكامل. هذا المجلس هو أول مجلس مستقل بالكامل، تبعيته النهاردة هو سيد قراره في ملفات حقوق الإنسان،
بالاضافه كمان عندنا طفره مؤسسيه في مراكز الاصلاح والتاهيل اللي اتبنت في الدوله المصريه. محدش يقدر ينكر ان احنا كان عندنا مشكله في السجون القديمه والسجون التقليديه التي تم انشائها منذ مئات السنين، لكن احنا بنتكلم في الدوله المصريه في عصرنا الحالي مراكز الاصلاح والتاهيل هي مراكز تطبق كافه المعايير الدوليه المعنيه بحقوق الانسان. اخر جزء في التطوير اللي احنا بنتكلم عليه وهو الخاص بالتثقيف وبناء القدرات. كان سابقا من يتم بناء قدراتهم في ملف حقوق الانسان وكان مسموح بكل سهوله ان هم ياخدوا برامج في هذا المجال هم اعضاء جهات انفاذ القانون، الجهات الشرطيه، النيابه العامه، الهيئات القضائيه، ولكن بموجب الاستراتيجيه كل اعضاء والعاملين بالجهاز الاداري للدوله اصبحوا شركاء في تعزيز مفاهيم حقوق الانسان، وده اعتقد كلها تطورات مهمه. استاذ محمد، يعني الرؤيه المصريه لحقوق الانسان رؤيه مميزه ومختلفه، يعني هنا بننظر الى حقوق الانسان مش بس حقوق تنحصر في الحقوق السياسيه والمدنيه، لانه دايما في اصوات بتتعالى على مدى فترات زمنيه طويله انه حقوق الانسان بتساوي الحقوق السياسيه والمدنيه على اهميتها طبعا، لكن كان في رؤيه مصريه انه الحق في حياه كريمه، الحق الاجتماعي، الحق الاقتصادي، وده تجلى كمان في الخطاب السياسي للدوله وخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من مره انه الحق في الحياه ده حق من حقوق الانسان. بكل تاكيد هذه الرؤيه المصريه الخاصه لحقوق الانسان على الارض ازاي تم ترجمتها؟ خلينا نكون واضحين في البدايه ان ملف حقوق الانسان، حقوق الانسان هي واحده مترابطه، ما ينفعش تديني حق وتسحب مني حق تاني، تقول لي ان الحقوق المدنيه والسياسيه تضغى عن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. للاسف اصدرها في الواجهه بس على مدار سنوات طويله. كان الاهتمام اكثر زي ما حضرتك بتقول بملف الحقوق السياسيه، نتكلم عن سجناء، نتكلم عن ممارسات انتخابيه، نتكلم عن احزاب، ونسينا ان الحق في الغذاء هو حق من حقوق الانسان، الحق في السكن اللائق، الحق في الصحه، الحق في فرصه عمل لائقه، كل دي النهارده حقوق رئيسيه. ما انت ما تقوليش النهارده مواطن جعان تقول له انزل انتخابات، ما تقوليش النهارده واحد مش عارف يتعالج تقول له انزل شارك مشاركه سياسيه. حقوق الانسان هي واحده مترابطه وما ينفعش ان انت تعزز من جزء وتغفل الجزء الثاني. الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تتعامل مع حقوق الإنسان أنها وحدة واحدة وتعزز من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان. يجري التطوير على محورين، المحور الأول هو الاستثمار في البشر بالإضافة للاستثمار في الحجر. عندنا تطوير في البنية التحتية في قطاعات كبيرة. مصر برضو خلينا نكون واضحين عشان نعرف إحنا كنا فين وبقينا فين. مصر كانت تمتلك واحدة من أصعب المناطق العشوائية على مستوى العالم، عندنا 52 منطقة كانت تصنف من المناطق الأكثر تهديدا لحياه الانسان. كان عندنا تل العقارب، بعدنا روضه السيده زينب، كان عندنا غيط العنب في اسكندريه، بعدنا بشائر الخير، كان عندنا كتير من المحافظات وكان فيها مناطق تهدد حياه الانسان. الدوله دخلت طورت هذه المناطق بالكامل عشان تضمن حياه كريمه للمواطنين. لما احنا بنتكلم عن دوله منذ سنوات قليله، لما نيجي نتكلم عن برلمان في عصر اسود في تاريخ الدوله المصريه، عصر الجماعه المحظوره، كان هناك السيدات يتم ترشيحهن بمجرد بدل صورتها تحط ورده وتحط فانوس وحاجات كتيره، الكلام ده مش بعيد. النهارده بنتكلم عن ما يقرب من 28% من البرلمان المصري من السيدات. صحيح. بنتكلم عن تمكين حقيقي للشباب في عمليه الممارسات. لدينا الان لسنا فقط مواقع تنفيذيه موجوده في القطاعات المختلفه، لدينا وزراء شباب، لدينا محافظون شباب، لدينا نواب من المحافظين والوزراء من الشباب، لدينا برلمانيون في المجلسين سواء مجلس النواب او الشيوخ شباب، فانت عندك تمكين حقيقي لهذه الفئات. شايفين كمان الاشخاص ذوي الاعاقه وهو احنا بنتكلم عن حقوقهم بكل حريه في ضوء القانون رقم 10 لسنه 2018 وتطوير رائع لتعزيز ممارساتهم لحقوقهم، وبنشوف تطوير سياسات في قطاعات مختلفه. الميزه في الدوله خلال هذه المرحله ان احنا شايفين تكامل ما بين الاستراتيجيات الوطنيه المترابطه. بدأنا بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، رؤية مصر 2030 وتطويرها عام 2018، ثم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية للسكان، مجموعة من الاستراتيجيات تعمل بشكل توافقي، مفيش النهارده جزر منعزلة بقت موجودة. في تنسيق كامل ما بين كل بقى موجود لوحده يغارد خارج السر، أنا بس اللي هبان، لا حضرتك النهارده كل خطوة يتبعها مجموعة من الخطوات. بناء الإنسان المصري هو من أهم الاستراتيجيات حقوق الإنسان، وده يمكن نحن منذ أيام قليلة تم انطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري من خلال التثقيف والصحة والتعليم وكل شيء. أعتقد ده حق من حقوق الإنسان وحق من حقوق المواطن المصري خلال الفترة اللي فاتت إن احنا نلاقي مبادرة زي دي بتهتم بالبناء الإنسان المصري بشكل كبير. كل ما يجري من تطويره هو هدفه الأساسي هو الاستثمار وتعزيز حقوق العنصر البشري. مصر ثروتها الحقيقية في مواطنيها، الثروة البشرية الموجودة في الدولة المصرية
هي القوة الدافعة لأي عملية إصلاح وتنمية تجري في هذه الدولة. أي حاجة بتتعمل سواء تطوير في بنية تحتية، تعزيز النهاردة من ممتلكات الدولة، أي استثمار في أي قطاع هدفه الأساسي هو تعزيز ممارسة الإنسان لحقوقه والتمتع بمقومات الدولة المصرية. اللي احنا شايفينه في مبادرة بداية هي مبادرة عظيمة جدا، هدفها أن يكون لدينا مواطن كفء واعي يتمتع بمجموعة من الحقوق الرئيسية التي تمكنه أن يكون مواطنا فاعلا في عملية البناء. كمية. هينفعش النهاردة أنك تتكلم في مواطن ناقص رعاية صحية يبدأ يشتغل معاك، لا طبعا. أنت بتحط النهاردة تطوير في ملف الرعاية الصحية وجزء واضح وصريح لتطوير المراكز الأولى بالرعاية، وبنبدأ نتكلم كمان عن حاجات في بعض الأحيان كان من الممكن أن ينظر إليها على أنها على سبيل الرفاه. لما نيجي نتكلم أن مبادرة بداية تتكلم عن تطوير كمان الصحة النفسية للمواطنين المصريين، ملفات دقيقة جدا. حتى توفير فرص العمل والتوظيف موجودة من خلال هذه المبادرة كان مسكوتا عن هذه الملفات قبل ذلك. أنت بتتكلم خلينا عم نأكل ونشرب الناس الأول وبعد كده نشوف الملفات اللي أنت بتتكلم فيها. على فكرة كمان حتى الحقوق البيئية أصبحت صحيح. موجودة للحفاظ عليها. فأنت بتتكلم عن مفهوم شامل لكل الحقوق، بنبدأ أن احنا نطور من هذه الملفات. نحن الآن في مرحلة فارقة في تاريخ هذه الدولة. جميل. يقاس دايما أستاذ محمد يعني مدى رقي أو تقدم أي شعب أو دولة به الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا أو الفئات الضعيفة المهمشة ما بين قوسين. فئات الأولى بالرعاية. الأولى بالرعاية. احنا مش شايفين اهتمام بالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة موجودة في قلب هذه الاستراتيجية. عايزين حضرتك توضح لنا أكتر إلى أي مدى بيتم الاهتمام بهذه الفئات. لما نقول إن أنا عندي تشريعات خرجت لتعزيز حقوق المرء في مختلف القطاعات يبقى أنا عندي اهتمام فعلي. لما أجرم وأحول عقوبة جريمة الختان من جنحة إلى جناية يبقى أنا بتكلم في تحرك فعلي. لما أتكلم عن تغليظ عقوبة زواج القاصرات فدي النهاردة بالنسبة لي تحرك فعلي. لما يبقى عندي مجموعة من الجرائم بيتم تغليظ العقوبة بتاعتها وضمان أن يتم تطبيق وتفعيل هذه العقوبات فيبقى بتكلم أن أنا بعزز من حقوق المرأة. لما ألاقي وزيرات موجودين في الحكومة المصرية يقومن بدور فاعل في العديد من القطاعات فده تمكين في المواقع التنفيذية. نفس الكلام لينطبق على البرلمان. لما نلاقي كبار السن أن الدولة بتخصص موازنات كاملة وعندي صندوق لحماية كبار السن وعندي ملفات مهمة بنشتغل فيها عشان خاطر جيل الرواد، هم على فكرة هم دول كبار الشخصيات اللي موجودين من أفنوا عمرهم طب. في خدمة الدولة المصرية يجب أن يكون لديهم وضع خاص في هذه الدولة. مصطلح خير الحكومة ده ما بقاش موجود وكرمه. احنا محتاجين ان احنا نشوف ده. بنشوف الفعاليات الرئاسية اللي بتتم بشكل متواصل تكريم رموز المجتمع المصري من فئة كبار السن اللي قاموا بدور في خدمة وعطاء الوطن، مش العبرة بالموجود حاليا. اذا لم تكرم من قام بالبناء في هذا الوطن بكل تأكيد لن يكون هناك عاملا حفازا للمواطنين الحاليين. لما نتكلم عن الطفل وتعزيز حقوقه، مدارس كبيرة، لما الدولة المصرية تهتم بالحق في الغذاء للطفل ونتكلم على صحيح. تطوير ملف التغذية المدرسية وان يبقى عندي رعاية صحية لائقة تليق بأطفال مصر. أنيميا والقصر القامة. حاجات كتير النهاردة أصبحت موجودة تقزم. كلها ممارسات عملية. لما يبقى عندي معاش تكافل وكرامة يربط حصول الفئات الأولى بالرعاية على استمرار أبنائها في التعليم يبقى أنا عندي دولة بتؤمن إيمان حقيقي أن الحق في التعليم هو حق رئيسي يجب العمل مش بس على تعزيزه، على ضمان ممارسته. نيجي نتكلم عن كل الفئات هتلاقي الممارسات العملية هي الدليل والتبيان لأي عمل بيتم في مختلف القطاعات. عشان كده بنقول إن احنا على الطريق الصحيح. صورتنا مش وردية والدنيا مش أحسن حاجة ولا احنا خلصنا كل الملفات، ولكن أصبح لديك استراتيجية واضحة وإيمان حقيقي أن عصر الإخفاء والتناسي لم يعد مقبولا في هذه الجمهورية، أن المصارحة والمكاشفة هي أسهل طريق للعلاج. عندي قانون إجراءات جنائية كان بقاله أكتر من 70 سنة محدش النهاردة عنده الجرأة أن هو يطور فيه تطوير فعلي. شاهد عديد من التطويرات. إحنا النهاردة بنتكلم في بدل حبس احتياطي، بنتكلم عندي حوار وطني شارك فيه المعارضة قبل الموالاة. صحيح. شايفين بكل تأكيد حالة من الحراك السياسي وتعزيز مشاركة سياسية لكل القطاعات. شايفين مجتمع مدني كان بيتخون في فترات سابقة ويتقال عليه أنه قائم على التمويل وقائم على التعاطي مع منظمات دولية، ونسينا أن المجتمع المدني المصري هو مجتمع مدني وطني عمره أكثر من 200 سنة، أكبر من عمر دول كبيرة في العالم. جاء
السيد الرئيس ليعلن أن عام 2022 هو عاما للمجتمع المدني، وتبدأ تعمل منظمات المجتمع المدني في شراكة وتوافق مع مؤسسات الدولة المختلفة عشان يكون عندي إصلاح حقيقي. يبدأ كمان يبقى عندي تحالف وطني موجود بيضم المنظمات الفاعلة في ملف العمل الخيري والعمل الأهلي الخاص بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ويبدأ يشتغل في كل القطاعات، ونشوف بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم ما بين منظمات مجتمع مدني وما بين وزارات الدولة عشان يعملوا في بعض في يعملوا مع بعض في مشاريع قومية هدفها بناء الإنسان المصري. طيب حضرتك بتقول ان يمكن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتعتمد على 8 مبادئ، 8 مبادئ دي هل مع الشراكة مع مبادرات الرئاسية اللي بيتم إطلاقها بشكل كبير جدا لكل فئات المجتمع، حياة كريمة، الفئات المبادرات الصحية، المبادرات الخاصة بالغذاء وغيرها، هل ده كله بيندرج تحت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبتحقق أهدافها بشكل كبير؟ لا يوجد نشاط واحد يتم في الدولة المصرية خارج إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. حد إن إحنا شفنا في موازنات التي يتم مناقشتها داخل البرلمان أن الصرف الصحي الذي يتم إدخاله القرى في صميم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يعني هي المظلة الأكبر. ودي المظلة الجامعة على أي حق. ما هو النهاردة هي اسمها جمهورية حقوق الإنسان. لأن النهاردة مجموعة من المصطلحات اللي موجودة، ولكن المصطلح الأهم جمهورية حقوق الإنسان. خليني ممكن كده كم نعدي على ملف أخير، وهو الملف الخاص برؤية العالم لينا في ملف حقوق الإنسان. على مدار سنوات سابقة كان الناس النهاردة بتنتقد ممارسات حقوق الإنسان، ويعتبر هذه الفزاعة اللي كان ممكن في بعض الأحيان بيتم التلويح بيها أمام الدولة المصرية. لما نشوف قرار الإدارة الأمريكية ووزير الخارجية الأمريكي بلينكن وهو بيعلن لأول مرة في عهد الإدارة الأمريكية الحالية في عهد الرئيس الأمريكي بايدن أنه لن يتم استقطاع أي جزء من المساعدات الأمريكية لمصر بسبب ملف حقوق الإنسان، وأن مصر قالها بشكل واضح قامت باستيفاء الإجراءات اللازمة التي تضمن ملف حقوق الإنسان. جميل. دي النهاردة شهادات مهمة موجودة. طب سريعا، ما المنتظر تشريعيا؟ يعني ايه القوانين او التعديلات اللي احنا مستنيينها تشريعيا الفتره المقبله عشان تواكب محاور الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان؟ مستنيين طبعا استكمال فكره قانون الاجراءات الجنائيه ان يخرج بالشكل التوافقي الذي يضمن مصلحه جميع الاطراف المعنيه. محدش يقدر ينكر ان احنا شايفين ان في حاله هنقول من الخلاف الصحي الموجود والتشاور حول بعض البنود المتعلقه بالقانون ما بين نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادي القضاء، بالإضافة مع اللجنة الفرعية. ده حوار صحي حوار صحي النهاردة، ومناخ ما كانتش موجودة قبل كده. كنت زمان كنت بتشوف القانون ونشوف الجريدة الرسمية، لا دلوقتي بتتكلم على شاشات القنوات وبنتكلم في التلفزيون المصري تلفزيون الدولة حول هذا الملف. احنا محتاجين قانون الإجراءات الجنائية يخرج يرضي جميع الأطراف، محتاجين أيضا مجموعة من التشريعات المعززة لضمان ممارسة حقوق الإنسان، محتاجين كمان الاستحقاقات الدستورية الهامة الواردة في دستور عام 2014 تخرج للنور، محتاجين المجالس المحلية، قانون الإدارة المحلية أيضا يخرج للنور، محتاجين مجموعة من التشريعات التي من المهم أن يتم خروجها حتى يكتمل بناء الجمهورية الجديدة. صحيح، وبالفعل طبعا مصر بتقوم بدور تنموي كبير جدا، مش على مستوى بس المشروعات القومية، ولكن بناء الإنسان المصري وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هو ده الهدف المنشود. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. جزيل الشكر لك.